ثم مشاهدي الاعزاء الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على زر الاحمر الموجود اسفل الفيديو، اشتراك ابوني سبسكرايب والضغط على الجرس الموجود بجانبي، ثم وضع علامة في المربع لتفعيل خاصية ارسال جميع الاشعارات، ثم الضغط على حفظ. اذا تغير الجرس واصبح بهذا الشكل فتأكدوا انكم ستتوصلون بجديد يوميا. السلام عليكم حبيبات ديالي، نقترع لكم مرق رائع جدا ببقايا السمك، يمكن لنا نحوله لدامة البناء او مكعب اللذة بمكونات جد بسيطة. سنحتاج رؤوس وقشر الكروفيت او الروبيان او القمرون، ويمكننا نضيف معاه لزغيد او بقايا من سمك اي نوع حبات سيدة. نحتاج كذلك لعيدان من الكرفس، عيدان من البسباس، وكذلك بصل شرائح، ويمكن لنا نضيفو البوارو ان توفر لنا، عندنا زعتر مجفف، سيبولات او توم قمصبي مجفف، زيت الزيتون، قش زطرية او لاكريم فريش، زنجبيل، ثوم مجفف، مركز طماطم، ملح طعام، والماء الكافي اللي غادي نطيبو فيه هذا المرق. في طنجرة نوضعو بقايا السمك، كيف ما قلت يمكن السيدة تضيف اي نوع بقى ليها منه، نضيفو له الكرفس وأعواد البسباس والبصل، نضيف الثوم المجفف، زنجبيل، ملح، زعتر مجفف، سيبولات او توم قصبي مجفف، زيت الزيتون، ونضيف الماء، طماطم مركزة، نوضع المكونات تشحر على نار متوسطة، ثم نضيف لها القزبر حبوب وبوكي غارني من أعواد وسيقان الأعشاب المتوفرة لكل سيدة، ولمدة ساعة تقريبا، ومرة مرة تنراقبوه وتنضيفو ليه الماء إذا احتاج. من بعد ذلك تندقوه هكا بواسطة مدلك أو غولو أباتيسي باش يخرج كاع الخلاصة اللي متواجدة في الرأس وفي القشور ديال السمك. من بعد ذلك مباشرة تنصفيوه على زوج المرات، يعني في شي باسواغ تكون عوينة ترقاق او شينوا، وتنحاولو نعصروه بشكل جيد جدا باش نحصلو على الخلاصة ديال هاد الاسماك. وبطبيعة الحال نكونو زولنا البوكي غارني وزولنا كل الاعشاب اللي عملنا في الاول. يمكن السيدة لما توفروا لهاش كل هاد المناسبات يمكن لها تستغنى على البعض وتعمل البعض، مثلا يمكن لها تضيف ورقة سيدنا موسى او تضيف القرنفل، يعني ستبقى الاضافات على حسب ذوق كل اخت. تنأبويو بشكل جيد جدا باش نستخلصو العصارة، تنحصلوا على مرق رائع جدا تنسمو بمختلف اطباقنا. يمكن نسلقوا فيه الرز، يمكن لنا نسلقوا فيه ليبات واي نوع من سباكيتي او اي نوع من المعجنات، كذلك يمكن لنا نحولوه لمكعب لذة او مرق لذة. الا كنتو تهمكم هذه الوصفه ان شاء الله نوضع لكم في فيديو مستقل طريقه تحضيري المكعب اللذة او دامة البنة بهذا المرق. تنضيفوا لا كريم فريش وتنحاولوا نيميلوسيونيوه، ثم من بعد ذلك تنحتفظوا به في الثلاجة او في المجمد لحين الاستخدام. كنتمنى وصفة اليوم تنال اعجابكم،
ما تنسوش حبيباتي الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو. أبوني سبسكرايب اشتراك والجرس الموجود بجانبه باش توصلوا جديدي يوم.